مساء الخير جميعا. اليوم حنتكلم على موضوع يعني ما يعتبر شيء يعني كمرض اللي يسموه الحمل في سن متقدمة أو Advanced Maternal Age. طبعا سن متقدمة عشان لا يزعلوا الناس كثير مو معناته إنه السيدة كبيرة أو إنها كبيرة في السن أو whatever. السن المتقدمة بس في دراسات تقول إنه الحمل بعد سن 35 يحتاج لعناية مختلفة عن الحمل قبل سن 35. في كل مكان في العالم سواء في المجتمعات الغربية ولا الشرقية سن الزواج أتأخر بالنسبة لزمان، فبالتالي نشوف حالات كثير يصير فيها الحمل بعد 30 وبعد 35 وحتى بعد 40. فهذا الشيء يعني ما نقدر نربطه إنه هو بس متعلق بالمملكة أو بالعالم العربي أو غيره، حتى بالأجانب أو الشعوب الغربية في عندهم نفس المشكلة. طبعا ما هي مشكلة إذا المريضة عرفت إنه في أشياء معينة تحتاج دائما تتأكد منها. الحمل من 35 إلى 40 يمكن يكون تقريبا كأنه حمل عادي، لكن بعد سن 40 طبعا مشاكل الحمل على البيبي وعلى الأم ممكن تكون شوية أكتر. طبعا أكتر شيء نقلق منه إحنا في السن المتقدم بالنسبة للأم، معلش حقول متقدم بس مو قصدي متقدم مرة، يعني في فرق بين بون سيدة متقدم سنها وبين سيدة حامل متقدم سنها، فما هو معناته إنه هي عجوزة أو إنه هي كبيرة، لكن تعتبر. فأكثر شيء نقلق منه إحنا موضوع المشاكل في الكروموسومات. طبعا معروف في كل العالم إنه كل ما تقدم عمر الحامل كل ما كان احتمال مشاكل الكروموسومات في الجنين أكثر، كل ما كان إنه سواء هو الترايزومي أو اللي يسموها الداون سيندروم أو متلازمة داون أو حتى متلازمات إدوارد أو أي شيء ثاني. مشكلة الكروموسومات تزيد مع تقدم السن وخصوصا بعد 40. فعشان كده إحنا دائما نقول لو السيدة الآن حملت وهي فوق 35 الموضوع الآن سهل جدا، لأنه بتحليل بسيط عن طريق الدم ممكن نعرف خلال 10 أيام إذا في أي مشكلة في الكروموسومات في البيبي هذا سواء داون سيندروم أو غيره، بما فيها كثير من مشاكل الكروموسومات اللي هي يسموها متنحية، يعني ما هي ظاهرة في الأم ولا في الأب، ممكن يشخصها التحليل هذا بعد 10 أسابيع من الحمل بتحليل دم بسيط.